المسار ديالي بدا عادي، بحال الناس الاخرين. درت الابتدائي في الدار البيضاء، ومن بعد درت الكوليج في واحد الكوليج ديال البنات. كان معروف عليه كيمشيولو غير البنات اللي كيقراو مزيان، زعما كان تري سيليكتيف، ما كيختاروش اي بنت. وبعد درت الليسي، ليسي محمد الخامس، درت هذا سيونس اكسبيريمونتال اوبسيون لونغ فرونسيز. كان ديك الساعه كانت هاد لوبسيون كانوا كيمشيو لا غير الناس اللي مزيانين في الفرونسي، حيت كيكونوا سوايع زايده في اللغه الفرنسيه. من بعد درت لافاك، لان ما لقيتش فين نكمل قرايتي. من بعد ماشي حيت ما جبتش نقاط مزيانين، مي حيت كانوا تقريبا كلهم في مدن بعادين عليا، كانت لي في الرباط، لي في السطات، لي في جديده، اكادير، وانا مكليش نخلي هذا، مكليش نمشي مدينه اخرى حيت ما نقدرش نمشي بوحدي. دونك كنت ملزوم عليا باش نقرا في لافاك. درت لافاك دو سيونس، ودرت تخصص اعلاميات سي سيونس ماتيماتيك انفورماتيك. ومن بعد درت الماستر في 3 انجينيوري انفورماتيك اي انترنيت. ومن بعد درت الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي تقريبا 5 سنين، وخديتها في 2015. بالنسبه لي الاعاقه ما كانش كاع كتمنعني باش نحقق الاهداف ديالي. الحمد لله بالعون ديال الله والعون ديال الوالدية، كانوا ديما كنحاولوا ان نامبوزيو راسنا، وكنبغيو نمشيو حداها نتقيدوا في شي مدرسه ولا هذه. كانوا واخا كنلقاو مشاكل، ما كاينش كانوا كيقبلوني على ود الاعاقه ديالي، تيكون عندهم تخوف بالنسبه للسير الدراسه، ولا نخاف نعطل لهم الدراسه، ولا التلاميذ حتى هما ما يقدوش بيتو، انا ما نقدرش نتبع ماشي النيفو مي السرعه ديالهم، يعني في الكتابه لابد نكتب الدروس ديالي وهذا. مي من بعد كانوا كيشوفوني ديما مع المتفوقين، كيلقاوني ما كناخذ جوائز، كان هادي، دونك ولفوني من بعد، ولاو بالعكس كي هما كيتاقلموا على الظروف ديالي. بحال بالا كانوا شي امتحانات كيشوفوا باش انهم يديروهم في الاقسام اللي لتحت. الا كانت خاصني شي حاجه اللي غادي تعاونني باش نمشي شي قسم ولا شي حاجه، كيوفروا لي الولوجيات. حتى في الدروس بحال دابا في العلوم في التطبيقيه وداكشي، كنت كنكون مع بينوم ولا مع فريق، دونك هما كانوا كيتكلفوا بالاعمال اليدويه، وانا كنت كنقيد مثلا النتائج، وكنقول لهم شنو يديروا شنو ما يديروش وهذا، نعطيهم المراحل شنو خصهم يديروا. دونك كنت ديما كنتاقلم. ومن بعد ملي بديت اكتشفت العمل الجمعوي، دخلت الغرفة الفتية الدولية، لأن هي جمعية كتعني بالشباب، كتعطيهم فرصة أنهم يطوروا القدرات ديالهم، وميم طو كيأثروا كيديروا تأثير إيجابي في المجتمع ديالهم. وعبر هذه الجمعية تعلمت بزاف ديال القدرات اللي ما كنتش كنعرف لهم قبل، ما كنتش كندير لا بريز دو بارول اون بوبليك، ما كنتش نقدر نهضر مع أجانب، ما كنتش كنقدر نشوف مثلا نخدم على شراكات، نقدر نخدم على دي بروجي هكا كوميونيتير اللي كيحلوا مشاكل في المجتمع. كنت درت واحد البروجي اللي هو كيعاون الشباب باش يلقاو الخدمه، وكان لقى واحد النجاح كبير، وعاون بزاف ديال الشباب انهم لقاو خدمه اترافيغ دي هذا واحد الورشات اللي كيعاونوهم باش يطوروا القدرات ديالهم، يعرفوا هما شنو اللي عندهم مزيان باش يقدروا يهضروا عليه في لي زونتروتيان دومبوش وداك الشيء، والسيفيات كيفاش يقادوهم. وخدمنا مع دي كابيني باش يديروا لهم لو ريكروتمون وهذا. دونك تعلمت بزاف د الحوايج اترافيغ بزاف ديال لي بروجي. كنت واحد المره خدمت على واحد بروجي ديال بحال واحد لاكارافان اوفتالمولوجيك للاطفال اللي ما عندهمش القدره باش انهم يمشيو للطبيب ديال العيون ويديروا نظاظر. دونك شفنا مع شركه اللي هي اللي مولات نظاظر، ودرنا واحد النهار فيه انشطه للدراري وهذا، وخدينا عليه جائزه في المنطقه ديال افريقيا والشرق الاوسط كاحسن مشروع ديال المسؤوليه الاجتماعيه في منطقه
افريقيا والشرق الاوسط في 2016. دونك مي كنشوف بان كان غدا وكنجح والبروجيات ديالي كينجحوا وهذا كنبغي نزيد مازال كنبغي نزيد كل مره كنبغي ندير تحدي جديد. وتقريبا هادشي كله دوزتو في الجمعيه المحليه ديال الدار البيضاء. ومن بعد ملي وليت رئيسه في الجمعيه المحليه ديال الدار البيضاء درنا بروجيات اخرين. ومن بعد دخلت المكتب الوطني اللي هو فيه سورتو الاداره سورتو لونكادغمون ديال الفروع المحليه. وإلا كان عندهم شي مشاكل كنحاولوا نحلوهم وداكشي. دونك كتولي في بلانيفيكاسيون استراتيجيك ما كتبقايش كتخدمي في سوغ لو تيغان يعني في ارض الواقع. مي كتولي كتحاول تتعاون شباب اخرين انهم حتى هما يديروا مشاريع اخرى اللي غادي يغيروا في المجتمع ديالهم وباش يطوروا حتى هما القدرات ديالهم. صافي لحد الان دابا وليت مديره تنفيذيه وان شاء الله الى كتب الله ندفع البو باش نكون رئيسه وطنيه العام الجاي ان شاء الله. الرساله اللي نقدر نعطي للشباب ديال في هذا العصر هذا وانهم ما يكونوش سلبيين انهم ما يكونوش عايشين غير هكاك. خاصهم يكون عندهم واحد الهدف في الحياه. خاصهم يفكروا في المشاكل ديال المجتمع ديالهم وانهم حتى هما خاصهم يكون عندهم دور في التغيير ديال المجتمع. ماشي غير الحكومه اللي هي مسؤوله على المشاكل اللي كتعيشها بلادنا. مي كل واحد فينا الى دار غير واحد تاثير واخا يكون صغير واخا غير يكون غير مع العائله ديالك ولا غير مع اصحابك ولا مع الدرب ديالك ولا في الحومه ديالك كتكون راك درتي واحد الدور كبير. وكل واحد فينا اللي دار كل واحد دار هذا الشيء راه غادي يبان تغيير بزاف في المجتمع. دونك انا بالنسبه لي خص الشباب يكونوا ايجابيين يكونوا ديما متفائلين. الا شافوا شي حاجه ماشي هي ديك خصهم يهضروا عليها خصهم يهضروا على حقهم وخصهم يديروا يد في يد مع جميع المجالات سواء الخاصه المجال القطاع الخاص ولا القطاع العام ولا الجمعيات الاخرين. دونك بالعكس كل واحد فينا كيدير شي حاجه باش نزيدوا للامام ويكون واحد التغيير ايجابي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.